المدرسة خالفت التعليمات. المدرسة ما خدتش أي تصريح لا من التربية والتعليم ولا من الأمن ولا من التربية الاجتماعية ولا من إدارة شرق ولا من المديرية، ما فيش تصريح نهائيا بالرحلة. تعدية في وسط مسار السكة الحديد، لا هي مكان مزلقان ولا هي مكان عبور ولا أي حاجة خالص، عبارة حضرتك لو عينت المكان عبارة عن رتش تم تسوية بيه القضبان بحيث ان هي تبقى مساوية للطريق مع دك الطريق بشكل معين، فأصبح ده مزلقان، منطقة عبور، مش عايز استخدم حتى كلمة مزلقان. تم رفع مذكرة لمعالي الوزير المحافظ بما حدث، فتم موافقته على وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري للتربية والتعليم بإدارة شرق. تم إعطاء تعليمات لوكيل وزارة التربية والتعليم النهاردة بأنه هو يجري يعيد التعليمات المشددة لجميع المدارس التابعة للمحافظة بالتعليمات اللي احنا قلناها. الحاجة التانية ان هو ضرورة اعداد دراسة للتأمين على جميع الطلاب والاطفال اللي بيطلعوا اي رحلات حتى لو داخل المحافظة اثناء الرحلة، حتى ولو تغطي الرحلة اللي هي اليوم الواحد مع احدى شركات التأمين المتخصصة. طبعا تم احالة الموضوع للنيابة العامة في الشروق في القاهرة، وإحنا منتظرين رد النيابة، وإن شاء الله سوف نقوم بتنفيذ الإجراءات المطلوبة من التربية والتعليم وإحكام الرقابة على كل المدارس الخاصة وإحكام الرقابة على السائقين والكشف عليهم بمعرفة الجهات المختصة.